ديزيز. هو نيورو ماسكولار ديزيز كرونيك اوتو اميون. نيورو ماسكولار ديزيز يصير عند ويكنس بالسكليت المصل بالفولنتري سكليت المصل. هذا الرسم اريدكم تعرفوه. هنا راح هذا النيرف وهذا الريسبتر اللي يسمونه البوست سينابتيك ريسبتر وهذا النيورو ماسكولار جنكشن. يجي الاكشن بوتنشال للنيرف تيرمينال يفرز الاسيتايل كولين. هنا يجي الاسيتايل كولين يشتغل على النيورو ماسكولار جنكشن وبعدين يولد يصير ديبولاريزيشن ويسوي لي الاكشن بوتنشال. الاسيتايل كولين اللي هنا اكو انزيم يسمونه اسيتايل كولين استريس. هذا وظيفته انه يشيل الاسيتايل كولين ديستروي الاسيتايل كولين الزايد. من يصير مريض عنده مايستينيا جريفيس شو يصير عندي؟ راح يجي انتي بودي على الاسيتايل كولين ريسبتر فراح يقلل لي النمبر مال البوست سينابتيك ريسبتر. فايش يصير عند المريض؟ انا مثلا دا اريد امشط شعري احتاج الى 10 حركات على مود اقدر امشط شعري. انا عندي كان عندي 100 ريسبتر 50 ريسبتر اجى الانتي بودي سداها بقالي 50 ريسبتر. فاول حركة اسويها ثاني حركة هم اسويها الثالث سويتها الرابعة بعد الريسبترات ماكو لان اني نص الريسبترات هي راحت وراح يصير عندي ويكنس. فالويكنس نسميه فاتيجابل مصل ويكنس. يقعد المريض زين ما بي شيء ورا شوية مثلا ديباع على التلفزيون ورا شوية يقول عيني طفت وكم تباع 1-2 لأن الريسبترات اللي موجودة قليلة. ده يصعد درج صعد أول خطوتين 3 خطوات والرابعة ما قدر لأن خلصة الريسبترات مات فيكون فتيق قبل مصل ويكنس. من أريد أنطي تريتمنت شنطي تريتمنت هذا إنزيم الأسيتايل كولين استريس أنطي فد إنهيبتر إله على مود زيد الأسيتايل كولين هنا ويبقى الأسيتايل كولين يشتغل لي على الريسبترات اللي موجودة. فهذا الباثوجينيسيز مال البايستينيا جريبس والتريتمنت همين. يجي الأسيتايل كولين على الريسبتر أنا عندي هنا أنتي بودي للأسيتايل كولين ريسبتر فعددهم قلت يشتغل بالبداية بعدين يصير عنده فتيق قبل مصل ويكنس. وهذا الإنزيم يجي يشيل ذن الأسيتايل كولين فيزيد لي الويكنس. فمن أريد أنطي تريتمنت يشيل لي هذا على مود يبقي الأسيتايل كولين أكثر فترة يبقى يشتغل. هو أوتو أميون ديزيز most commonly caused by antibody للأسيتايل كولين ريسبتر in post junctional بالنيورومسكولار جنكشن. طبعا هذا الانتيبادي موجود 80% من البيشنت result in neuromuscular transmission blockage complement mediated inflammatory response يقل النمبر اوف الريسبتر بالاند بليت. دائما يجي الايج بين 15 الى 50 سنة بي2 اتاك اللي يصير باليانجر ايج يصير بالفيميل واللي يصير بالأولدر ايج يصير بالميل. الفيتشر مالته اللي تصير هي فاتيجابل مصل ويكنس. الموفمنت انيشيالي سترونج بات رابيدلي ويكنس از ذا مصل يوز كونتينيو لان الريسبتر قلت فيبدا سترونج وبعدين يصير بي ويك يسمونه فاتيجابل مصل ويكنس. ودائما worsening of the symptom toward the end of day or following exercise. يبدأ أكثر شيء يصير طبعا بالآيس
قلت لك مثلا داي باور، وورا شوية يقول الجفن مالتي قام يهطل، وقمت أشوف الواحد اثنين intermittent توسيز وديبلوبيا ياكل اللقمة، يقول أول لقمة أمضخها زين، بس الثانية والثالثة يقول بعد يتعب فتشي بعد ما أقدر أمضخ. البلع مالته أول لقمة يبلع، ثاني لقمة شوية، ثالث لقمة يقول بعد ما أقدر أبلع. السبيكينج مالته مثلا يحكي بالبداية يحكي زين، وبعدين يتعب. هذن يكون الفاتيجابل مصل ويكنس. Any muscle affected. Patient unable to undertake task above shoulder. Combing the hair without a frequent rest. لازم يقعد يلا. Respiratory muscle may be involved and respiratory هو طبعا احنا نخاف من هاي ال respiratory muscle involved. من يدخل بال ال يصير عنده crisis. Aspiration يصير عنده ولازم يحتاج إلى تيوب ويعني treatment. هسه جانا مريض عنده fatigable muscle weakness، نسوي له تيست يسمونه fatigable test، يعني هذا على مود diagnosis. شو نقول له؟ نقول له باعوا لي فوق لمدة 30 إلى 60 ثانية. أبو المايستينيا يصير عنده توسس، تنزل عينه أو ديبلوبيا، يمد إيده لمدة دقيقتين، شوف أبو المايستينيا بالبداية مدها زين بس بعدين تنزل يتعب، يرفع رجليه 90 ثانية همين يتعب. شو نقول له؟ نقول له اقعد على الكرسي، قوم اقعد لمدة 20 مرة، فيصير عنده فتيك. كاوتينج ألود، عد بصوت عالي من 1 لـ50 يصير عنده دسر. التست الثاني اللي أسويه هو التنسيلون تيست. التنسيلون تيست هذول اللي يصير عندهم ديبلوبيا أو شو اسمه، يعني خاصة بالآي على مود أشوفه. شنطي أنطيه، احنا قلنا على مود التريتمنت انطي انتي كولين ستريس، فانطي انتي كولين ستريس اللي هو هيدروفونيوم بروميد، فيصير عنده امبروفمنت بالمسل فانكشن اكر وذين 30 سكند، يصير امبروفمنت بالفانكشن يبقى له دقيقتين الى ثلاثة وينتهي. هذا نسميه تنسيلون تيست. فاول واحد فاتيجابل تيست، ثاني شيء تنسيلون تيست، ثالث شيء اسوي له اي ام جي نيرف كوندكشن ستدي with repetitive stimulation. يصير عنده decrement، هسه هذا normal repetitive stimulation، هذا decrement صار عنده زين. هذا tensilon test، شوف هسه هذا عنده ptosis، انطيته hydrophonium صار شلون عنده improvement بالptosis. antibody test ادز acetylcholine receptor اللي موجود 80 الى 85، اللي ما يكون عندهم نيجاتيف ادز انتي ماسك انتي بودي. الاذر تيست اللي اسويها اسوي سنجل فايبر اي ام جي، يعني فايبر واحد، بس هذا هنا دا يسوي ستيموليشن لكل المصل، بس هذا سنجل فايبر اي ام جي يفيدني اما اسوي له ريبيتيتيف ستيموليشن. لازم ادز سي تي سكان اوف ذا تشيست لانه يكون اسوشيشن وذ ثايموما. Connective tissue screen with thyroid function test to exclude the other diagnosis. هاي thymus gland. لازم تعرفون الدراج اللي ما تنطوها بالمايستينيا جريفس اللي هي الـ ABCD. ABCD ما تنطي. الـ A الـ alpha interferon. الـ B الـ بوتوكس. الـ C كورارين اللي هو general anesthesia واحد منه. الـ D الـ D-penicillamine. هذني absolute contraindication، هذني relative contraindication. أمينوغليكوسايد يعني الجرامايسين، البيتا بلوكر، كالسيوم شانل بلوكر، إريثروميسين، كليندامايسين، هذني لازم تعرفون الكونتراستامين أو المايستينية لأن يصير في deterioration.
احنا الجول مال المانجمنت مالتي انه ازيد الاسيتايل كولين على مود يشتغل على النيورو ماسكولار جنكشن اللي موجوده، وانطي انتي انفلاماتوري دراكس على مود يشيل الانفلاميشن. ازيد الاكشن مال الاسيتايل كولين، قلنا ننطي اسيتايل كولين استريس انهبيتر اللي هو الموست كومن البايريديوستيجمين اللي هو اسمه المستينون التجاري المستينون، وانطي انتي انفلاماتوري اللي هو هاي دوز بريدنيزولون انطي، وبعدين اسوي له تابرنج، او ممكن اضيف الاذر اميون سبرسنت تريتمنت. فانطي سيمتوماتيك تريتمنت اللي هو كولين ستريس انهبيتر، وانطي انتي انفلاماتوري شغلتين على مود زيد الاسيتايل كولين وعلى مود تريت الانفلاميشن. دائما الكيسات اللي تجي للطوارئ هي الكرايسيس، يجي مايستينيك كرايسيس، مثلا مريض مايستينيا وخاصة من يصير عنده فلاونزا او تشست انفكشن يصير عنده ديتريوريشن، لان الكف ريفلكس مالته يكون ضعيف، فهذا ممكن يصير عنده يعني اسبيريشن، وممكن يدخل باسبيريشن نيمونيا وبالريسبيراتوري فيلر. طبعا هذا ميديكال ايمرجنسي يراد له فد جود يعني مانجمنت، ممكن يراد له تيوب وفنتيليشن. occur due to exacerbation of the disease. ولازم افرق عن الكولينيرجيك كرايسيس. كولينيرجيك كرايسيس اللي ياخذ اوفر دوز اوف اسيتايل كولين، مثلا واحد يجي ياخذ هوايه من المستينون، هذول يصير عندهم زياده بالاسيتايل كولين، فيصير عندهم سويتنج، سلايفيشن، برونكيال سكريشن. ممكن افرق بها بيناتهم من البيوبل، ذاك البيوبل نورمال، هذا البيوبل يصير بها مايوسيس. إذا فد مرة بحرت بيها المريض كلش تعبان ومدى تقدر تميز، نعطي small doses of hydrofonium. إذا improve فهذا مايستينيا، إذا worse هذا مال كولينيرجيك. المايستينيك كرايسيس يراد ل RCU intubation plasma exchange IV immunoglobulin. إذا كولينيرجيك يراد ل RCU intubation وأتروبين. هاي الأكيوت تريتمنت، من يجينا مريض أكيوت تريتمنت لو أنطي يعني بالكرايسيس لو اي في ميونوغلوبين لو بلازما اكسشينج. اللونج تيرم تريتمنت أنطي ستيرويد كإنفلاماتوري، بس الستيرويد انتبه على شغلة، الإمبروفمنت is commonly preceded by marked exacerbation بالمايستينيك سيمتوم، فمن نريد انطي ستيرويد لازم انيشيتد بالهوسبيتال، يعني ادخل المريض وانطي ستيرويد فد يومين او ثلاث ايام، وبعدين يلا اسوي له شو اسمه، بعدين يلا اقدر اطلع، لان ممكن يصير عنده فد اكزازيربيشن بداية الستيرويد بعدين يصير عنده الامبروفمنت. او انطي دائما احنا ننطي ويا السيمتوماتيك ويا المستينون، ننطيهم مثلا ازاثيوبرين او ميوكوفينيليت موفيتيل على مود اميون سبرشن. واذا البيشنت لقيت عنده ثايموما او ثايميك هايبربليزيا لازم اسوي له ثايمكتومي، ثايمكتومي اسوي له، وتفيد البيشنت اللي يكون عمره جوا 45 سنة، ولازم ما يكون بس اوكيلر مايستينيا، لازم جنراليز مايستينيا، وما تمر على المايستينيا 7 سنين، اذا عبر 7 سنين ما يستفاد من الثايمكتوم. طبعا لازم اشيك الفايتال ساين، اشيك الكاونتينج مالته دائما، سايد افكت مال الدراكس اللي ننطيها، بريفنت الثرومبوامبوليزم وتريت الانفكشن اجريسيفلي. هذا مختصر للمايستينيا يعني ريلابسنج ريميتنج والسمتم ماته والانتي بادي كل هندني شرحناهم. اكو ديزيز ثاني هم يصير بالنيورو ماسكولار جنكشن، طبعا هو رير هذا
اللي هو اللمبر تيتن مايستينيك سيندروم. هذا شو يصير؟ هاي الكالسيوم شانل، هاي الفولتج جيتد كالسيوم شانل، هي نورمال يدخل الكالسيوم ويدفع الفيزيكر ويطلع الاسيتايل كولين. هذا باللمبرت ايتن يصير انتيبودي للفولتج جيتد كالسيوم شانل، فماكو كالسيوم يدخل، فماكو اسيتايل كولين، فماكو اكشن بوتنشال، ويصير عنده الويكنس. دائما هذا اللامبرت ايتن يصير ويا يعني ويا التيومر ويا البارانيوبلاستيك ديس اوردر. اكو فيتشر تصير ويا اللامبرت ايتن، هي يصير عنده اوتونوميك فيتشر اللي هو دراي ماوث ويكنس، ويكون عنده ارفلكسيا. يعني اوتونوميك فيتشر دراي ماوث ويكنس وارفلكسيا. دائما كانوا يجيبون سؤال انه مريض هابي سموكر بيشنت وبدا عنده يصير عنده ويكنس ابر ولور ليمب وفيتشر مال اوتونوميك نيوروباثي، فحصت لقيت عنده ارفلكسي. هذاني فيتشر مال لامبرت ايتن. قلنا الكونديشن اسوشيتد وذ اندر لاينج مالجنسي ان هاي برسنتج اوف كيسز. ومن اشك باللامبرت ايتن لازم الانفستيجيشن ماتي must be directed toward identifying any neoplasm. ال اي ام جي والنيرف كوندكشن ستدي باللامبرت ايتن شو يصير عنده؟ هسه اشوفكم اياه. هذا اللامبرت ايتن ويا الريبيتيتيف ستيمولايشن يصير انكريمنت، ابو المايستينيا يصير عنده ديكريمنت، هذا يصير عنده ويا الريبيتيتيف ستيمولايشن يصير عنده انكريمنت وامبروفمنت بالمسل باور عكس المايستينيا. تريتمنت طبعا لازم تريت الاندرلاين كوز ودراج اللي هو 3-4 داي امينو بيريدين أو مستينون وميون سبرسنت. Thank you. يعني هاي مايستينيا غرايبس، مايستينيا غرايبس الامبورتنت، والرير ديزيز اللي هو لامبرت ايتن مايستينيك سيندروم.